مكشوط في نهاية الثمانينات، اشتهر بالمهنية والانضباط والبراعة في الرماية. وجه المألوف وجه الضابط المهني الحازم المتمرس، لكن وجهه الآخر يخفي مثقفا مولعا بالمطالعة وأديبا أريبا وكاتبا فذا. أنت من الناس اللي مفتوح فزواني قال عنه. أولا شرط الفتاة عندك، الفتاة الحساني، هذا الثقافة الحساني اللي قال له فتاة، شنو شروطه بالنسبة لك؟ الفتوة بعد الفتوة يلا شروطه شاب بين الناس. أنا الفتاة عندي عود خبطة عمارة زينة، قدي عود يقول قاف، قدي حوص سيو، قدي عرب بيت. قلت تذكر أن شور متميز عنده غناء خاص ولا تميز خاص؟ الأشوار المتميزين واحدين، هما قاعد الأشوار كاملين متميزين في التدنيس، بملي كلهم عنده خاصيته وكلهم عنده شخصيته قاعدة ذاتية. غير خارج شور شاهد واحد وهو نفس الوقت شورين، غير الشاهد واحد. الشاهد قال له بوه وني حيوان، منين يعود فكر قال له محاط، منين يعود في بيج قال له الهمس. ايش هي احسن طلعة؟ والله من احسن طلعة قط سمعت تحكيها. قط سمعت طلعة عاجبني فيها ادبها زين. يا بس عند الكركار جاءوا علينا خطار، قالوا عن بالحبار اهلوا عادوا فقي. انا كلمت اهلوا هون حصل عندي فيها القزل والاخر قاع مات لما سول عني. اهلوا عادوا بقي لها؟ اهلوا عادوا بقي لها علم بها بكر حدا به ويلي لا حسيت بالاخبار نين العاد الليل ما نين المعبود اللي كنت علمتك به منهم بقي نعود قيلت اليوم اقي. درك انا قلت تحكي لنا قطاع من قطاعاتك انت اللي قد تخلقوا بينك انت وحد. عندي قطاعات شخصية حتى. ما تقدر تحكي لنا منه؟ هذا المجال ما غناك ما انا قابل تحكي لنا منه شيء. ماني مابي. اذا ذكرتك بقاف هنا واحد رجله كطلة ما يتخطى الى اخره، رجله القصية في المطلة والدونية في الربين، هذا القطاع تذكر وتذكر مولاه. مستعد تحكي لنا؟ ما هل الله ماني مستعد. فيه ضابط الله يرحمه كان قايد قاع منطقة عسكري ولا تلا سلام الله يرحمه، قايد كبير عسكري موريتان، وكنتوا جماعة في بليده وانت قايد صغر منه خط وكان راقد وقال لك حد من الضباط ان انت طرش لي فلان انا اعطيك الدراعة. طاني دراعة وبلطه وطرشت الضابط هذا. ايوه طرشته. تفرقل وهو كبير وقوي تبارك الله. جيت مكنوا منها تروح لك هذه قبضها وسكتته. شو استفدت من المجالس؟ هذه المناطق كاملة اللي اشتغلت فيها، شو استفدت منها؟ أنت كنت تجي المجالس فيها وتستفاد خارج الولاية خاصة. لأني بعد سامي هذاك لا ولاية من ولاية موريتانيا. قعدت فيها 3 سنوات. وقطع عني ذوك 3 سنوات حصيلتي استفادتي منهم مذمن هذا بعض شخصيا أنها كبيرة. بيلي ما قد مرقت منها جماعة يسوى الواحدة في جماعة ماني مستفاد من بيت والله قاف نحكيه والله طلعة والله تفسير حكم والله ما قطيت وفات علي جماعة بالقهقهة من أولها إلى نهايتها. زين نموذجك في الأدباء والمدارس الأدبية إيش تذكر من النماذج الكبيرة في موريتانيا؟ ما شاء الله موريتانيا تبارك الله فيها ما باقي فيها ولاية ساركة من كيفاش مثلا؟ ساركة من كيفاش مثلا؟ كيف الشرق بمقنين وحتى وفي مدارس ومدارس القوية وكيف المدارس الكبارات في مدرسة سدوم والندرتو وكيف ولاية التيارز اللي نقول لك مثلا في 3 مدارس عريقة من لقنا مدرسة أهل الدار ومدرسة أهل مانو ومدرسة أهل أحمد يورا ومدرسة أهل تقانت كنت ومدرسة مدارس فادرار مولي مدرسة صحيح من عثمان في المقنين والشرق في المدارس الكبار. التراث الشعبي عاد مهدد ذلك بالنسبة لك؟ ماني قايلها.
ماني جاي هنا جاي لانه ظرفه طاير من الشاطئ جديد اسم الحاله بهذو المسابقات اللي عادوا يعدلوا كيف البداع وكيف مداح الرسول وكيف هذو ظركات جايين فيهم مش من الشباب يطمئن اللي رجعش على ذاك التراث اللي ما هو ميتين. تقدر تقول لنا بعض امهات الاداب الغربيه ولا الفرنسيه اللي قريت والله والله كيف؟ قريت بي اللي كضابط من الدرك قريت الكتب العسكرية اللي هي المراجع قريت على ماكيافيل شين قالوا لار دو لا غير اللي هو فن الحرب وقريت سن تزو على فن الحرب وقريت مونتسكيو باسم دراكي ونهل القانون على الاسبري دي لوا اللي هو روح القوانين وقريت الاكزيستانسياليزم دي ميشيل جان بول سارتر قريت تبارك الله ياسر من المراجع اللي هي. وبالنسبه لزوان وثقافه البيضان ولغنا كيف تجربتك معه كيف حصلته؟ حصلته الصلابيه اللي من السقري مشيت وشتقلت في الاحوار شتقلت في النعمه وشتقلت في العيون وفي العيون وعدت من الجابره انا الاحوار ويركضوا الفنون عندهم مهمين. بسم الله الصلاه يتوفق بين هذين الوجهين، وجهك انت كدركي عسكري طبق القوانين الصارمه، وجهك الاخر كمثقف كاديب تمارس الثقافه الحسانيه والغناء. بسم الله يتوفق بين هاتين الموهبتين. هذا اللي ما هو كله فرس الاعاده تقولوا انتم الازدواج الشخصيه راهو خالق لي. أنا ما خالق لي كنت شاكني خالق لي الزواج الشخصية بيدي المهنية عنده أوقات وعنده أسلوبه والحياة الأخرى ما اللي عنده أوقاته وأسلوبها أنا اخترت حياتي الأخرى اللي ما هي مهنية نصب في الأمور اللي هو أصعب موقف قطريته في حياتك المهنية في هذا المجال اللي هذا هو. أنا قاعد جبرت ياسر مواقف صعبة غير أكبر موقف قط جبرته والله اصعب موقف قط جبرته جاوني الصنادره في النعمه علمهم رقاج بانه جابر رقاج ميجي تحت صدرايه مذبوح ولا حداه الموس ولا حداه الاغر ولا حداه اغر زايله ولا حداه دابه سويجيش ومواطن مذبوح ذوك وقتي مطروح وقفت عليه والاسبوع وقفت عليه وقفت عليه واصعب موقف على اني ما عندي إشارة يسوى هي شنو اللي نقولوا له احنا لي زانكيتير لا بيست طريقة مسلك لهنا قبضوا وياك نتصل للقاتل اللي هو وقال تعدلت خطة ووفقني فيها مولانا وقبض القاتل وقدم العدل. ينقال عنك في ولاية الترابزة انك عدلت خطة للتخفيف من الحوادث زمنك على الكتيبة والله شرتك الخطة شرحها فعلا فعلا أنا مجي لولاية الترابزة ديك الساعة زمن الخريف خاصة فترة الخريف يرتبط بين نواكشوط والقوارب مات لا عاد دشرة واحدة قرية واحدة. هذا لو كم تقريبا من سنة عام اش تقريبا؟ أنا 97 98 99 إلى 2000 زمن الخريف تعرفون القوارب هو نواكشوط وعودوا دشرة واحدة اللي استمت خيمة في الخيمة إلى القوارب معناها أن الدشرة طولها 204 كيلوات وهي مسؤوليتي عنهم. خلصت احصائيات الدرك احصائيات الحوادث حوادث السير العام اللي سابقي انا لحقتهم كم؟ لحقتهم 141 حادث فيها 79 ميت من ذي اللي ماتوا حالا الاخرين جرحى ما نتكلم عن ذوك الله يعقب قص الطب يموتوا ذوك الله يتم معوقين الا اللي ماتوا بالحادث حالا قلت لا بالداري من عد الخطه نحمي بها هو كاع وظيفه الدركه الا يحمي المواطنين وعدلت خطه فعلا عدلت خطه فعلا وطلبت الدراجات الناريه وطلبت اكثر وسائل ونشحت الخطه ونشحت الخطة ومين عدلت أنا العام إحصائيات عامي أنا الآخر اللي عقبي الخطة 141 أكسدان سقطت إلى 6 أكسدان جميل والميت واحد
قط جبر التشجيعات على هذا من شيوخك؟ ماني عالم به، ولكن ما كنت نتوقع هذا. ما تلود لها؟ ما نلود لها. تشتغل للوطن وطن؟ ماني عالم به، من هو الضابط كامل اللي عدد واجبه وياك الاخر. ما زين، سؤال اخير. انت تختار تقدم عنك سيدي ولا خديم ضابط متقاعد عسكري صارم، والله سيدي ولا خديم الاديب اللي مفتوح فصوان يعرف الثقافه الحسانيه بصفه واسعه؟ انا منين تقعد مسوي النياله؟ منين تقعد نسدكني من الوجهين؟ نعود بالوجهين؟ ياك اللي اخترتوني انت وراني داير فيه راسي.